جيناكم يا إخوان باه نقولوا بعضنا أننا يوم 7 سبتمبر نخرجوا ونخرجوا بقوة. أولاً الجزائر مش في سفينة وحدها، عندها أعداء، عندها استهداف، عندنا مخاطر. كل ما هذا المترشح المرعب ماجد تبون يرفع السقف عالياً ويريد اقتصاد ويريد تنمية لهذه البلاد ويريد الجزائر تكون دولة صاعدة قوية إقليمياً ودولياً، كل ما سهام الأعداء توجه للجزائر وتوجه له هو. لذلك لازمنا نحميوه، وقبل ما نحميوه نحميو بلدنا. مرشحنا عبد المجيد تبون ليعيد الامل لعموم ولاية هذا الوطن دون تمييز، لا يميز بين هذه الولاية ولا بين هذه الولاية ولا بين المدينة ولا بين الريف ولا بين الريف وبين الصحراء ولا بين التل وبين الصحراء، كلهم في بوتقة واحدة تصنع جمالية، هذه الجمالية اسمها الجزائر المحروسة. لما جاء وانتخب السيد المترشح الحر عبد المجيد تبون في 2019 واصبح رئيس، إذن اليوم رانا في الأسبوع الثاني للحملة في لنطبق لنكون منصفين. كذلك من ينكر حالة الاستقرار السياسي والاجتماعي والاقتصادي الذي تعرفه بلادنا اليوم والتي أعادت الجزائر إلى هيبتها بين الأمم، من ينكر أن الجزائر أضحت اليوم دولة المؤسسات للأشخاص، من ينكر حالة الانسجام والتلاحم بين الشعب وجيشه وقيادته السياسية،